بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2015، داعي المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لخدمة الوطن والمواطنين. تصديق على محضر اجتماع السابق، هل هناك أي ملاحظة على المحضر؟ ما في؟ قبل كل شيء المعتذرون النائب عيسى الكوهجي والنائب عبد الرحمن أبو علي. البند الذيلي. طلبات التمديد. الرسالة الواردة من رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018 بخصوص طلب تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوع واحد من تاريخ انتهاء المدة الأولى والمنقضية بتاريخ 15 يناير 2015. سعادة النائب الأول علي العراري، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس. بداية أود أن أشيد بالسادة الأخوات والأخوة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وكذلك بالتعاون المثمر مع الحكومة الموقرة عقدنا كما تعلمون اجتماعين للتشاور، وهناك أيضا إن شاء الله اجتماعات قادمة. معالي الرئيس، بطبيعة الحال وحيث أننا أمام موضوع مهم، الحمد لله حققنا فيه تقدم جيد، ولكن أيضا نحتاج إلى مزيد من التشاور مع الحكومة. سبق وطلبت منكم ومن هيئة المكتب بطبيعة الحال أن نمدد عمل اللجنة إلى أسبوع، وأيضا الآن أريد أن نمددها إلى أسبوعين وليس أسبوع، وذلك لكي نعطي هذا العرف الدستوري وهذه الممارسة الديمقراطية وقتها الكافي على أن نمدد أسبوع إضافي. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب الأول. وأنا حقيقة أيضا بدوري أشكر رئيس اللجنة ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة وجميع من شارك من أخواني أصحاب السعادة النواب في مداخلتهم في هذه اللجنة، كما أشكر أيضا الحكومة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء على التعاون المخلص والمستمر بين مجلسكم الموقر. الأخ سعادة النائب عبد الرحمن بوميد. شكرا معالي الرئيس. بداية أشكر الأخوة والأخوات أعضاء لجنة الرد على برنامج الحكومة، وكذلك الحكومة على تعاونهم في حضورهم إلى المجلس. أقترح أن يتم تحديد موعد محدد من الآن لعرض تقرير اللجنة على الجلسة. يعني ما نبي، إحنا ملتزمين بمدد قانونية ولا نبي أن يعني نخل بهذه المدد، فاقترح تحديد موعد محدد من الآن يكون نحدد جلسة لعرض تقرير اللجنة على المجلس. شكرا. شكرا سعادة النائب عبد الرحمن أبو ميد. أعتقد سعادة النائب أن اللائحة حددت ذلك، حيث نصت على ما أعتقد بإحدى المواد بأن يقدم أو تحدد الجلسة بعد انتهاء اللجنة لتقريرها، أي يعرض تقرير اللجنة على أول جلسة لمجلسكم الموقر. فإحنا ما نقدر نحدد الآن إلا بعد أن تقوم اللجنة بإنهاء عملها. سعادة النائب جمال داود. شكرا سعادة الرئيس. مع الرئيس عفوا. معني مع احترام كل احترامنا للأخوة أعضاء اللجنة للرد على برنامج الحكومة طبعا، والأخ النائب الأول معالي علي العرادي، ولكن اعتقد ان المده الان بدات يعني تضعف امام مجلسكم الموقر، وفي نفس الوقت ان يعني النواب ابدوا كل ملاحظاتهم ومبادراتهم بخصوص ما يتعلق ب البرنامج الحكومي، ومده اسبوعين ستضعنا في الوقت الضيق جدا بحيث لا تستطيع ان حتى نبادر او نتكلم او نعلق. فاسبوع واحد تهيئ لو نضغط انفسنا في اسبوع واحد، او اللجنه تضغط انفسها في اسبوع واحد وتنتهي من مراجعه هذا البرنامج وتتخذ قراراتها او ملاحظاتها النهائيه،
بيكون هذا من صالحنا ومن صالح الأقل عندنا وقت نستطيع أن نتنفس فيه من أجل أن نراجع أنفسنا مراجعة حقيقية وصحيحة لمصلحة البحرين حكومة وشعبا ووطن. لا يعني ناخذ الوقت براحتنا في أسبوعين في كأن نضع أمامنا في خلال 24 ساعة نتخذ القرار النهائي. فأسبوع واحد أعتقد مدة كفاية، وشكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب جمال داود. الكلمة الآن لسعادة النائب عبد الحليم مراد النائب الثاني، تفضل. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، صبحكم الله بخير جميعا أيها الأخوة والأخوات. صباح الخير. أنا أثني على ما تفضل به الأخ سعادة النائب جمال داود. أسبوعين أعتقد بنكون في حرج وفي الوقت الضايع كما يقال. أسبوع واحد كافي، خاصة إحنا قطعنا شوط كبير الآن في اللجنة وعرضنا أغلب مرئياتنا على الحكومة، وبقي الشيء اليسير والمهم اللي يجب على الحكومة أن توافق عليه. شكرا. شكرا سعادة النائب الثاني بالحليم مراد. الكلمة الآن سعادة النائب نبيل بلوشي، فليتفضل. في البداية نشكر اللجنة على جهودها الطيبة في مناقشة البرنامج، ولكن أثني على كلام الإخوان أن الأمور الآن بدت واضحة، والتأخير يجعلنا في يعني ضيق في طرح الأمور، ولذا أرى أن أسبوع يكفي في الرد. جزاكم الله. شكرا سعادة النائب نبيل بلوشي. كلمة الآن للنائب الأول، تفضل. شكرا معالي الرئيس. أتصور بأن احنا جميعنا متفقون كما تعلمون أصحاب السعادة بأن اللجنة انتهى عملها بتاريخ 15، طلبنا تمديد أسبوع، ينتهي هذا الأسبوع تاريخ 22، بمعنى ينتهي بعد غد. ما طلبته من إضافة أسبوع بمعنى التمديد إلى تاريخ 29، ينتهي تاريخ 29، والأسبوع الذي يطلبه أصحاب السعادة الأخوات والأخوة النواب ينتهي 27. يعني الفرق بين الأسبوعين الذين أطلبهم الآن وبين من يريد أسبوع هو يومين، ترى 27. إذا اليوم مددنا أسبوع بطلب الأخوان راح ننتهي 27، بمعنى الأسبوع القادم جلسة المجلس، وما أطلبه هو ينتهي 29، يعني الفرق يومين. أيضا أود أن أذكر بعض الحقائق وبعض الأرقام. اللجنة اجتمعت 10 اجتماعات مطولة جدا، اجتمعت اجتماعين مع أصحاب السعادة، أصحاب المعالي والسعادة ممثلي الحكومة. حضر الاجتماع الأول 35 نائب، وحضر الاجتماع الثاني 30 نائب، وسمح رئيس اللجنة لكل النواب بالحضور والتداول وتقديم مرئياتهم في 10 اجتماعات، وتقديم مقترحاتهم وتقدير أسئلتهم إلى اللجنة. وبطبيعة الحال يعني كنت أشعر أحيانا بأن اللجنة وكانها يعني جلسة المجلس، وبالتالي حرصا من اللجنة ووفق الآلية التي توافقنا عليها في اللجنة أن نسمع إلى وجهة نظر جميع النواب. حقيقة أخرى بأننا وجهنا رسالة، طبعا كان هناك رسالة من معالي الرئيس، وطلبنا تمديد لمدة 3 أيام، وطلبنا التمديد لمدة 3 أيام للاستلام جميع مرئيات وملاحظات أصحاب السعادة النواب 40 على برنامج عمل حكومة. هذه الحقائق. الأرقام، الفرق هو يومين فقط فيما تقترحونه وما اقترحه. أريد أن نعطي هذه الممارسة الديمقراطية حقها، وأعتقد بأن إذا مددتم اليوم أسبوع وانتهى عمل اللجنة تاريخ 27 معناته اجتماع الجلسة القادم، لن تستطيع اللجنة أن تنتهي وترفع تقريرها. وإذا وافقتوا على أسبوعين راح يكون الفرق يومين، 29 يوم الخميس الذي يلي الثلاثاء القادم، وبعد ذلك أمامنا 8 أيام للتشاور وتقديم تقرير اللجنة، وبطبيعة الحال راح يعرض قبل ال8 أيام على جلسة 3/2، وهذا ما أقترحه والأمر للمجلس في النهاية. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب الأول العرادي. الكلمة الآن لسعادة النائب محمد جودر. شكرا معالي الرئيس. الصراحة يعني نكون صريحين جدا في اللي نقوله، الأمور الجوهرية اللي احنا نتمناها ما صارت، وأعتقد أن استمرارنا
على ما احنا عليه رايح نواجه مشكلة عويصة. انا اقولها لكم تكلمت في المدد ساعتنا محمد انا اقول اسبوع واحد يكفي يعني ما انجزنا خل اقول انا لا يوصل لما يطمح له المواطن. عندنا امور جوهرية هاي اللي نبيها احنا. فاعتقد اسبوع واحد وننهي الموضوع ونقدم برنامج ونتصوت عليه. شكرا معالي الوزير. شكرا ساعتنا محمد جودر. كلمة لنا ساعت النائب جميل السماك. شكرا معالي الرئيس. انا مع التمديد حقيقة اسبوعين لان لعدة اسباب. اولا لاعطاء الممارسة الديمقراطية حقها، يعني احنا قعدنا وتكلمنا وتناقشنا لكن هناك الكثير من المكتسبات اللي احنا نتمناها للمواطنين، وبالتالي احنا مو هدفنا الاستعجال على قدر الاستعجال قد ما احنا نحاول نحقق اكبر قدر من المكتسبات للمواطنين. النقطة الثانية، احنا لحد الان رفعنا مرئياتنا معالي الرئيس ورفعنا الاسئلة لكن لم نحصل حتى الان الى جواب شافي من الحكومة ولم نحصل على رد على الاسئلة اللي رفعناها. فبالتالي لما نستعجل في الموضوع فاعتقد هذا مو لصالح اللجنة. فانا مع ان شاء الله التمديد الى مدة اسبوعين على اساس نحصل على رد شافي. في النهاية احنا مصلحتنا مصلحة المواطنين، في النهاية احنا يعني هدفنا هو حصول على اكثر قدر من مكتسبات للمواطنين، وهذا اللي ان شاء الله نتمناه ان يرى النور. شكرا. شكرا دكتورة. كلمة الان سعادة النائب محمد الاحمد. محمد الاحمد نقطة النظام عبد الرحمن ابو ميد. شكرا سعادة الرئيس. معالي الرئيس، الرسالة الواردة من رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوع من تاريخ انتهاء المدة الأولى والمقضية بتاريخ 15 يناير. الجماعة يقولون أسبوع، أسبوع من تاريخ 15 يناير يعني تنتهي يوم الخميس. هل الجماعة يبون يمددون يومين؟ يعني خل توضح لهم يكون نتفق على أسبوعين ونمشي الأمور. واضح. كأن في لبس في الموضوع. شكرا على الملاحظة سعادتنا عبد الرحمن مجيد. سعادتنا محمد معرفي. شكرا معالي الرئيس. الكلام يتكرر بخصوص الأسبوع والأسبوعين. في تصور الأسبوع غير كافي. أنا مع المقترح التمديد أسبوعين كي نصل إلى آلية توافقية بين الجميع، خاصة بعد انتهاء الأسبوعين راح تكون كم من يوم وراح تعلن على التصويت على المجلس. شكرا. شكرا سعادتنا محمد معرفي. سعادة النائب عبد الحميد أحمد تفضل. بالحميد. شكرا معالي الرئيس. حقيقة يعني ما ابي اناقش قضية الاسبوع والاسبوعين، لكن كما اريده اني انا حضرت اللجنة المعنية اللي عارف ان اللجنة عندما تطلع بتصور المفروض انه يطلع المجلس على اي تصور يريدون ان يرفعونه الى الحكومة. ما تم نقاشه في الجلسة مع السادة أصحاب المعالي والوزراء فقط النصوص في برنامج الحكومة نفسه، لكن وين مرئياتنا إحنا ومشاريعنا واللي إحنا صعدناها إلى اللجنة للنقاش والتوافق على مجموع المشاريع والرؤى فيما يخدم المواطن لأربع سنوات قدام. شكرا. شكرا سعادتنا عبد الحميد. الكلمة الآن لسعادة النائب أنس بوهندي. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس. يعني اللجنة يعني جزاهم الله خير اجتهدوا ويعني بذلوا جهود كبيرة، ولكن مثل ما تفضل بعض الأخوة ما وجدنا يعني تجاوب الحكومة بشكل واضح في المرئيات اللي قدمت. وما ذكر سعادة النائب الأول بخصوص اللبس أنا تروالي يعني الأخوة يقصدون فيها أنه ما يمدد أسبوع آخر، يعني تنتهي المدة إلى 29 وليس أنه تنتهي المدة في تاريخ 27، هو اللي كان يقصدون فيه. أمر نحطه في الحسبان أيضا، يمكن البعض يمكن يعني منهم سعادة نائب الرئيس الأول ذكر أن تنتهي المدة في 6 فبراير، هي تنتهي في 4 لأن هذا الشهر 31 واستلمناها بتاريخ 6، تنتهي 30 يوم
مسامحه بس. فلا بد ان احنا يعني نحط في اعتبارنا انه يعني يعرض قبل فتره، فنتراوالي تمديد المده بتكون يعني كحد اقصى ممكن نحن نمددها ليوم الاحد، ممكن على اساس ان عندنا جلستين نستطيع ان احنا نعرضها قدام المجلس ونتفكر فيها بشكل افضل. جزاكم الله خير. شكرا سعاده النائب انس بو هندي. الكلمه الان سعاده النائب محمد الاحمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. الاخ معالي الرئيس، نقطه مهمه اود ان اذكرها، ونحن من البدايه مددنا يد التعاون مع الحكومه في مناقشه هذا البرنامج الذي وصل ناقصا بشكل فاحش. وبناء على هذا التعاون الذي مددناه وحسن النوايا طلبنا معلومات ووجهنا اسئله، وحتى الان لم يصل الى اللجنه اي ورقه من الحكومه. وكما تعلمون اننا ملزمين دستوريا بمناقشه هذا البرنامج واقراره خلال 30 يوما والا اعتبر موافقا عليه. لذلك انا لا اؤيد التمديد من اجل التمديد فقط والوصول الى نقطه الضيق. واقترح ان تكون المده هي 10 ايام على الاقل او اسبوع لا اكثر، ومن ثم ننظر ونتخذ قراراتنا بناء على تعاون الحكومه. وانا احمل رئيس الوفد الحكومي والاعضاء الوفد مسؤوليه عدم انجاح هذا البرنامج، لاننا بالامس لم يستجيبوا. احنا في موضوع المدد، انا اتكلم عن المده واتكلم عن السبب مع الرئيس. تفضل كمل. لذلك بالامس لم يوافقوا على اي مطلب من مطالب الشعبيه التي عرضناها، وتم الالتفاف عليها وتم رفضها بشكل مبطن، وهذا امر ينذر اننا يعني يسيء الى التعاون بين السلطتين. تقترح اسبوعين؟ اقترح اسبوع او 10 ايام. شكرا. نعم سعاده الوزير، تفضل. شكرا مع الرئيس. مع الرئيس عندما نتكلم عن التعاون ما بين المجلس عموما والحكومه عموما، فاعتقد ان الواقع يثبت ان هناك تعاون جدي اولا. ثانيا، طلبت اللجنه من الحكومه ايفاد فريق عمل من اجل ايضاح برنامجها وعرض البرنامج كما قلت واكرر مره اخرى، وتجاوبت الحكومه في غضون يومين تقريبا وتم الاجتماع. بعد هذا الاجتماع اجتمعت لجنه الممقره وقدمت ورقة مكتوبة إلى الحكومة، قامت الحكومة بالرد عليها بالأمس بورقة مكتوبة أخرى. إذا استجدت أمور بالأمس فقط هذا أمر جديد، إنما يقال أن الحكومة لم تتجاوب، يقال لم يستلم شيء من الحكومة. ما تم طلبه من المجلس ومن اللجنة تحديدا تم التجاوب معه، وأعتقد أترك الحكم للأخ رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة عموما، هل تم تجاوب الحكومة مع ما تم تقديمه من اللجنة من مقترحات مكتوبة نعم أو لا؟ هذا راجع لكم. هل تعاونت الحكومة أم لم تتعاون؟ هذا أيضا تحكمون على ذلك. أؤكد مرة أخرى أن الحكومة لا زالت بصدد التعاون. إنجاح البرنامج كما هو مهم بالنسبة للمجلس الموقر فهو أيضا مهم بالنسبة للحكومة. شكرا مع الرئيس. شكرا سعادة الوزير. الكلمة اخيرا الى سعاده النائب عادل عسومي، تفضل. شكرا مع الرئيس. مع الرئيس، ارى ان هناك لبس في موضوع تفسير الاسبوع واسبوعين. لماذا لا نتفق على تاريخ افضل ومحدد على اساس ان الامور تكون واضحه ولا نقع في اشكاليه مستقبلا؟ فنحدد تاريخ 28، تاريخ 29، تاريخ 30، تاريخ 34 اللي تبونه. ما في 34 بتتقسم الرياض. شكرا سعاده النائب عادل عسومي، تفضل. الشيخ عبد الحليم، يعني بغض النظر عن اسبوع او الاسبوعين، انا بس حبيت اوضح لمجلسكم الموقر بان اخر يوم لمناقشه هذا البرنامج هو 5 فبراير. فاذا احنا مددنا ل 29 ايش بقى لنا؟ البرنامج اذا لم يتم التصويت عليه اذا هو موافق عليه كما ذكر بعض الاخوه. نعم. ضمنيا. فانا اعتقد ان 29 هو تاريخ حرج جدا. خلينا نمدد اسبوع من اليوم. وإذا احتاجنا نمدد بعدين. ليش عندكم أنتم الآن فسحة أن تمدد اليوم أسبوع وأسبوع الجاي تمدد أسبوع، فليش أنت الآن تخاطر وتمدد ل 29؟ مدد أسبوع الآن، وإذا احتاجت مدد أسبوع. أما أن اليوم تخطو هذه الخطوة أعتقد أن فيها خطورة، فأنبه الأخوة الموجودين. دلني
احنا ما في شيء يلزمنا الان ان نمدد ل 29، ما في شيء يمددنا، نمدد اسبوع واذا احتاجنا بعد نمدد اسبوع. شكرا. يا جماعه لا احد يقاطع الثاني وقت اللي يتكلم، خلينا نسمع، خلينا نسمع. الميكروفون الشيخ عبد الحين، الميكروفون. اي نمدد اسبوع من اليوم. اي نعم الى 27. شكرا. يا رفيق الان احنا يعني اشوف الطالبين الكلام وايد، ما بنخلص من ذي البند، ورانا بنود ثانيه. سعاده الوزير تفضل. شكرا شكرا. مجرد توضيح لاخي ساده النائب الثاني، سواء مدد الى 27 او 29 لن ينظر الا 3 فبراير. يعني لن ينظر التقرير من قبل المجلس الا في الجلسه التاليه من انتهاء التقرير، سواء انتهيت يعني قدمتوه 27 او 29. فقط توضيح لكم، والامر كما اقول دائما وابدا هو لكم جميعا، في ال 29 او ربما ال 29 تعطون فسحه للجنه لعمل يومين زياده، انما النظر سيكون في ذات الوقت. شكرا لكم. سعاده رئيس اللجنه تفضل. تفضل. شكرا معالي الرئيس. يعني في ضوء ما سمعته من اصحاب السعاده النواب، وفي ضوء المقترح الاخير اننا يكون فقط لتاريخ 27، يعني اعد المقترح يخلي يكون لتاريخ 27 بس للتذكير، الفرق يومين. يعني انا طلبت 14 يوم واللجنه تريد او بعض الاخوان يريدون 12 يوم، فما نختلف على يومين، نخليه لتاريخ 27. هذا هو المقترح النهائي لكي نصل الى حل توافقي، واذا احتاجنا بعد تاريخ 27 الى التمديد يمكن نحتاج بنمدد مره ثانيه. احنا في الاخير ترى بنصوت على المقترح الابعد، يعني لابد ان بنصوت. عندنا هناك اسبوعين ومن ثم 10 ايام ومن ثم اسبوع، يبقى ما عليه ما عليه، بس الاسبوعين اللي تقدم فيه سعاده النائب الاول اسبوعين سحب مقترحه. فاحنا نقول هل هناك من يعني يتبنى المقترح اسبوعين ولا نصوت على المقترح لابعد 10 ايام؟ زين نشوف سعاده النائب نبيل البلوشي، بس باختصار سعاده النائب نبيل باختصار شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا على الكلام الاول اسبوع، ولكن باختصار يعني طلب من الوزير ليوصل الرساله للحكومه الموقره. صحيح التعاون موجود يعني والحضور موجود، ولكن ما لمسناه أن الحكومة لا تجيب على أسئلة النواب، إنما تجيب على الأشياء التي الحكومة تريدها. الذي نريد التعاون حتى نصل إلى نتائج مثمرة، وليس يعني غرض النواب هو رفض البرنامج للرفض، ولكن لوصول نتائج مثمرة. شكرا. نريد أن يجيبوا على الأسئلة التي يريدها السادة النواب. شكرا. إجابة واضحة وصريحة حتى نصل إلى النتائج. شكرا. سعادتنا جمال أبو حسن باختصار شديد. شكرا معالي الرئيس. أنا أرى أن هناك في لبس في المدد. يعني في عندنا ناس يقولون 10 أيام، بعض الأخوة يقولون أنت أسبوعين. أنا أرى أن تاريخ 27 حسب ما تفضل فيه سعادة النائب الأول رئيس اللجنة، أن احنا نتمسك بهذا الاقتراح. انت تتبنى الاسبوعين؟ اتبنى اقتراح النائب الاول اللي هو 27. اسبوعين يعني؟ اذا اسبوعين 12 يوم؟ اذا اسبوعين 29 يا معالي الرئيس. 12 يوم؟ 12 يوم. 12 يوم؟ اي نعم. هذه مقترح جديد. مو مقترح جديد، مقترح النائب الاول الله يسلمك. اي مقترح إيه؟ لانه هو كان اسبوعين، الحين سواها 12 يوم. شكرا معالي الرئيس. سعاده النائب محمد الاحمد باختصار اخوي. تعقيب سريع على سعادة الأخ بفضل، هو تفضل وقال أن سواء انتهينا في تاريخ معين أو تاريخ معين بتناقش في جلسة 27، وهذا الكلام طبعا غير صحيح، لأن المجلس من حقه يعقد جلسات استثنائية ويناقش برنامج الحكومة في أي وقت يشاء، للعلم ولتثبيت في المضبط. شكرا شكرا, شكرا. سعادة الوزير. وشكرا للأخ محمد للتنبيه. مع الرئيس فقط عندي ملاحظتين على كلمة الأخ محمد قبل قليل، محمد الأحمد، عندما قال البرنامج ناقص بشهر فاحش. أتمنى شطب هذا اللفظ من المضبطة بشكل فاحش. أيضا قال الأخ النائب المحترم بأنه يحمل رئيس الفريق الحكومي والفريق إفشال العمل أو ما شابه ذلك، لا تحضرني يحضرني اللفظ. أيضا أطلب الفريق لا يعمل بمعزل عن الحكومة،
الفريق لا يمكن أن يتخذ قرارات فورية في ذات الاجتماعات، فأتمنى من معاليكم عمل ذلك. شكرا. بنعطيك الكلمة. نسمع النائب أحمد قراطة. معالي الرئيس، في هناك حلقة مفرقة اتكلموا النواب في أمور كثيرة بالنسبة حق الفجوة اللي ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب. احنا ما ننكر تعاون الحكومة بشكل يعني كبير، بس اللي يطلبون النواب أشياء تفصيلية لحد الآن ما وصلتنا من الحكومة. البرنامج بهذا الشكل بهذه الطريقة يعني ما راح نقدر نوافق عليه. احنا نطلب خطة تشغيلية أو تفصيلية عن البرنامج، يعطونا برنامج ثاني اللي هي الخطة التشغيلية أو التفصيلية عن البرنامج. أنت مع الـ 12 يوم الحين؟ احنا مع الـ 12 يوم. شكرا. بس نتمنى أن يكون هذه الأمور، لأن هذه الحلقة المفرقة وهذه النواب اللي يتكلمون. شكرا ساعتنا قراط. بس يا جماعة نبي نخلص ساعتنا محمد الأحمد، بس باختصار شديد. معالي الأخ الرئيس، عندما نتكلم عن تعاون الحكومة نحن نتحدث عن التعاون الفعال الذي يؤدي إلى توافقات، وليس الموافقة على أمور شبه شكلية في تعديلات في البرنامج. وعندما أنا أقول أن هناك نقص فاحش في البرنامج فأنا أتحمل مسؤولية ما أقول، وقلته تحت هذه القبة. وعندما أحمل رئيس الوفد الحكومي والوفد الحكومي مسؤولية الإخلال وعدم الوصول إلى توافقات فأنا أعني ما أقول، لأننا وضعنا مطالب واضحة ومحددة ولم يتم التوافق عليها. أتمنى أن يثبت كلامي في المضبطة. شكرا جزيلا. تشطب كلمة فاحش كما ذكرها الحكومة؟ ما عليه ما عليه، رجاء لا تتكلم إلا قبل ما تطلب الكلمة رجاء. بس نبي نخلص من ذي الموضوع الآن. أنا من رأيي لحظة شوي هل موافقون على شطب كلمة فاحش المضبطة؟ رجاء التصويت. نشطب كلمة فاحش حسب ما طلبت الحكومة. رجاء أصحاب سعادة النواب عشان نخلص بس تصويت. عباس الماضي، عادل عسومي، عادل عبد الحميد، رائل حايكي. ها؟ مو شغال. الإخوان فوق. أشوف التصويت بطيء. الشيخ أنس أبو هندي. النائب أحمد قراطة. النائب عادل عسومي. إي. تترددون يا جماعة، يعني نبي بسرعة نخلص من نتيجة التصويت. ها لا توجد أغلبية. أنا من رأيي يا أخوان أن ما علي ساعتنا بعد عسو، بس خلينا نبتدي في التصويت يكون نخلص من دي أجي. إذن دقيقة واحدة. تفضل تفضل دقيقة واحدة يكون نبتدي التصويت. شكرا مع الرئيس. أنا أقترح
التاريخ 27 هو التاريخ التمديد. شكرا مع الرئيس. شكرا. احنا يا جماعه خلينا نصوت على المقترح الابعد سعاده المستشار. اعتقد المقترح الابعد اللي هو 12 يوم. 12 يوم. بتري نقطة نظام شيخ. ها؟ خلينا نصوت. انزين. نصف دقيقة لك الشيخ تفضل. يعني أنا باختصار شديد، البرنامج كبرنامج ممتاز إذا طبق فعلا، لكن أنا كمواطن وكنائب مسؤول عن شعب البحرين طلبت بشكل واضح والأخوة طلبوا في اللجنة فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية، الإسكان، الصحة، التعليم، البنية التحتية، ما عندنا أي معلومات توضح الجدول الزمنية والتمويل من وين وتوزيع هذه المشاريع على مستوى محافظات الدولة. المواطن البحريني يريد إجابة شافية من الحكومة، متى بيحصل الطلب الإسكاني ماله؟ عندنا طلبات 93 94 95 إلى الآن لم تحقق. فهذه رسالة أنا أوجهها للذي أنا عبد الحليم مراد ما أستطيع أن أوافق على برنامج حكومة ما في ضمانات وأدوات قياس تطمئن المواطن. بس أنا باختصار شديد وأنا متأكد أن كثير من النواب الموجودين يبون هذه الإجابة. فأنا بنخلص ما نبي نخلص 29 بس اسمعني معلش اخر كلمه، نبي نخلص باكر باكر، نبي نخلص برامج الحكومه لكن يعطونا الاجابات الشافيه التي تشفي غليل المواطن. شكرا الشيخ عبد الحليم. سعاده الوزير. شكرا مع الرئيس. اشكر اخي وزميلي السابق في مجلس النواب على ثناء على برنامج الحكومه اولا. ثانيا، برنامج الحكومه ومناقشه المجلس والتصويت عليه، وعلى فكرة هذه السابقة لم تحدث في دول الخليج كلها، حتى أخواننا في دولة الكويت يعرض تعرض الحكومة أو تقدم الحكومة برنامجها للمجلس ويعلق عليه بدون تصويت، هذه السابقة لم تحدث مطلقا في هذه المنطقة. هذا أولا، فهذا مكسب ديمقراطي ودستوري يضاف إلى المكاسب اللي حققتها البحرين في هذا المجال. ثاني أمر، برنامج عمل الحكومة ليس هو الأداة الرقابية الوحيدة لدى المجلس المحترم. البرنامج عمل الحكومة هو بداية العمل لفصل تشريعي كامل مدة 4 سنوات، وليس هو فقط الأداة الرقابية الوحيدة. ما تطرق له أخي سعادة النائب الحليم مراد هو أوضح في التفاصيل كلامه، يريد مدة ويريد الميزانية ويريد التفاصيل. أقول لا يستطيع أي إنسان أن يقول كم تكلفة هذا. نقول الحكومة خطتها أن تبني 4 مراكز وكذا من المدارس وخلاف ذلك، لن أدخل في تفاصيل أحرى لأن تكلمنا فيه كثير مع اللجنة الموقرة ومع بعض الأخوة النواب على انفراد. هذه التفاصيل جميعها سوف تأتي إلى المجلس في الخطوة التالية ألا وهي الميزانية. الميزانية من لم نراجع لكم الميزانية معركتها عادة أكبر، يعني في المجال السابقة كانت الميزانية تتأخر، وهذا يعني شيء ربما يكون أكثر من لازم، تتأخر 6 شهور. 6 شهور هي نص السنة المالية، يعني لو أقر المجلس المحترم الميزانية بعد 6 شهور يبقى عندي فقط 6 شهور للبدء في مشاريع متضمنة في الميزانية. جميع الأخوة الأعضاء سوف يرون جميع التفاصيل، مواقع المشاريع وتكلفتها ومددها في الخطوة التالية من العمل ألا وهي عند عرض الميزانية. قانون الميزانية لن تستطيع الحكومة تنفيذه إلا بعد إقرار مجلسكم المقر على ذلك. شكرا معالي. شكرا سعادة الوزير. بس أنا عندي كلمة الحين، إذا الحين في المدر خذان لساعة ونص، بعدين برنامج الحكومة كم يبي لكم؟ صراحة يعني يا جماعة التصويت، هل موافقون على 12 يوم رجاء التصويت؟ أحمد قراطة بس رجاء نبي نخلص، رجاء شكرا نبي نصوت. معالي سعادتنا محمد الأحمد تكلمت بس نبي شان نخلص نروح ننتقل للبند الثاني. هل موافقون على 12 يوم؟ ها يا أخوان لحظة، لا 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 لا، أبو هلون عاد رجاء ساعة النائب خالد رجاء، أغلبية موافقة على 12 يوم.
انتقل البند الذي يليه. 12 يوم من تاريخ انتهاء فترة اللجنة. 27. البند الذي يليه. تقارير اللجان بخصوص المشاريع بقوانين المصاغة بناء على اقتراح بقانون المجلس النواب الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها في الفصل التشريعي الثالث. أولا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المشاريع بقوانين الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها في الفصل التشريعي الثالث. مقرر اللجنة التشريعية. تفضل سعادة النائب محمد ميلان. أنا ودي صراحة يعني أن سعادة المستشار لو بس تخبر أخواننا أصحاب سعادة النواب شرح مختصر للمادة 102 قبل أن تم التصويت على المشاريع. شكرا. شكرا معالي الرئيس. المادة 102 تحدثت عن نوعين من المشاريع، هي المشاريع التي لم يفصل فيها المجلس السابق، يعني في الفصل التشريعي الثالث. نحن الآن في الفصل التشريعي الرابع. هنالك نوعين من المشاريع، هنالك مشاريع قدمت من الحكومة الموقرة ولم يستطيع المجلس أو لم يسعف الوقت أن يفصل فيها، وبالتالي المادة تقول أنه خلال 15 يوم من تاريخ اجتماع المجلس نبلغ الحكومة الموقرة بمشاريعها، وأي مشروع لم تتمسك به الحكومة الموقرة هذا يعتبر يعني يسقط. ثم هنالك مشاريع قدمت من أصحاب السعادة النواب في الفصل السابق أو في الفصل الذي سبقه، وثم أصبحت مشاريع بقانون وأحيلت مرة ثانية إلى المجلس ولم يتم الفصل فيها. أيضا هذه الحكومة قبل تعديل المادة في 2010 كانت تستطيع أن تسقط هذه المشاريع، لكن في التعديلات 2010 منح الحق للمجلس نفسه. الآن هذه المشاريع اللجان الموقرة أبدت رأيها فيها وهي مشاريع النواب، فأنتم تقررون هل أن هذا المشروع الموجود جدير بأن يتم التمسك به أم يتم إسقاطه. طبعا اللجان الموقرة درست كل مشروع من المشاريع في ضوء آراء أصحاب السعادة المستشارين وقدمت تقاريرها، واعتقد أن اللجان هي الأقدر على تقييم كل مشروع من المشاريع لأنها بالأصل كانت لدى اللجان الموقرة. شكرا معالي. شكرا سعادة المستشار. مقرر اللجنة تفضل. السلام عليكم سعادة الرئيس، أطلب تثبيت التقرير في محضر مضبطة الجلسة. هل موافقون على تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة؟ أغلبية موافقة. تفضل. شكرا معالي الرئيس. الأول وهو رأي اللجنة في مشروع بقانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد، توصي اللجنة بالتمسك بالمشروع بقانون، وذلك لأنه يسهم في مكافحة الفساد في شتى صوره، علاوة على أنه يأتي تفعيلا لما ورد في المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي نصت على أن تكفل كل دولة من الدول الأطراف إنشاء هيئة أو هيئات تتولى مكافحة الفساد. شكرا سعادة النائب. هل موافقون على تمسك اللجنة بمشروع قانون بإنشاء هيئة مكافحة الفساد؟ أغلبية، في أغلبية يا جماعة صوتوا، أغلبية موافقة. المشروع الذي بعده سعادة النائب. مشروع قانون بتعديل أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، توصي اللجنة بعدم التمسك بالمشروع بقانون، وذلك لأن أغلب ما تضمنه المشروع أصبح منظما بنصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب بموجب التعديلات التي تمت بعد التعديل الدستوري. شكرا سعادة النائب. هل موافقون على توصية اللجنة قانون تعديل بعض الأحكام مرسوم بقانون شأن اللائحة الداخلية؟ يا أخوان مساء ساعة النائب عيل عطيش يقول الجهاز ما يشتغل عنده، شان ترسلون أحد أو من عندكم أنتم، فاعتبروه موافق لأنه رافع يده. أغلبية موافقة. فضل ساعة النائب.
مشروع بقانون إنشاء الهيئة العليا للتخطيط. توصي اللجنة بعدم التمسك بمشروع بالقانون باعتبار أن الهيئة المزمع إنشاء بموجب هذا المشروع أسند إليها اختصاصات واسعة وغير واضحة المعالم، وتتداخل إلى حد كبير في الاختصاصات المسندة لرئيس مجلس إلى مجلس الوزراء بموجب الدستور، كما تدخل اختصاصاتها مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب محمد العماري، هناك ملاحظات على توصية اللجنة؟ شكرا معالي الرئيس. أنا أعتقد أن اللجنة يعني خالفها الصواب في أنها ما تتمسك في هذا المشروع. الآن إحنا في البلد نرى كثير من الأمور تتخبط. نعم. مشاريع يعني تنشأ ثم تزال بسبب مشاريع أخرى. أمور كثيرة أيضا تأتي في البلد بسبب غياب هيئة التخطيط، وزارة التخطيط، لجنة التخطيط. هذا الأمر ليوجد في كثير من الدول المتقدمة. يجب أن يتواجد عندنا اليوم. نرى ضرورة ملحة لوجود مثل هذه الهيئة أو اللجنة أو الوزارة على الأقل. أعتقد من حق اللجنة أن احنا نتناقش ونتمسك بهذا المشروع من أجل صالح المملكة. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب محمد العمادي. سعادة النائب علي المغلي، تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا أنا أيد كلام أخوي يعني بإنشاء الهيئة هذه، خاصة أن اليوم في تضارب في بعض التداخل في بعض اختصاص الوزارات، لذلك أنا أشوف يعني إنشاء الهيئة هذه جدا ضروري وبحاجة له، خاصة أن اليوم أكثر المشاريع المتعثرة سببها التخبط سلمك الله، وكذلك التداخل في اختصاصات الوزارات. فأنا أيد سلمك الله إنشاء هذه والتمسك بها، وطبعا ارفض توصيات لجنه رفضها. ترفض التوصيه؟ نعم. شكرا سعاده النائب علي المغلي. الكلمه الان سعاده النائب علي بفرسد، تفضل. شكرا معالي الرئيس. انا والله اتمسك في هذا الهيئه، لان خاصه في التعديل الوزاري بعد تشكيل الوزارات صار حذف وزاره حقوق الانسان، صار حذف لهيئه السياحه والثقافه. فهناك نريد أن تكون هناك استراتيجية واضحة لعمل وزارات الدولة والتمسك فيها. لكن في حال إحنا هذه يعني خاصة وزارة التخطيط والبحث العلمي مثلا، نربطها بعد كذلك في البحث العلمي، لأن هناك تقاس الدول على مستوى القيام بإجراء الدراسات والبحوث، وهذا بند من البنود التي يقيم فيها الدول. فمثلا في المنتدى الإعلامي، المنتدى الاقتصادي الدولي، تقيم الدول على مجموعة مجالات، ومن ضمن هذه المجالات البحث العلمي والإبداع. فلو احنا خلينا هذه التخطيط والبحث العلمي فيكون نقطة قوة للدولة. وشكرا سعادة الرئيس. شكرا. رئيس اللجنة تفضل. ميكروفون حط البطاقة عادل شوفها. إيه اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يوم اللي طرح باللجنة أخذ رأي المستشارين أو المستشار بهذه الطريقة لا نستطيع أن نتمسك به، يحتاج إلى تعديل، ولأنه أمامنا إما الرفض أو القبول فارتأينا أنه عدم التمسك به. إذا أحد من النواب يحتاج أنه يسترجع ثم يتعدل مرة ثانية من جديد يكون أفضل، أما بهذه الطريقة الإخوان زين أنهم يطلعوا عليه بشكل واضح. شكرا. شكرا الشيخ ماجد. سعادة النائب علي العطيش، تفضل. شغال مو مهم. شكرا معالي الرئيس. طبعا هذه هيئة التخطيط بما هي عليه الآن تتداخل في كثير من اختصاصات الحكومة وعمل مجلس الوزراء وتسلبه كل الصلاحية. بإمكان المجلس أن يقدم مقترح للحكومة أن يسند التخطيط إلى جهة حسب ما تراه الحكومة. أما بهذه الكيفية فلا يمكن للمجلس أو للجنة أن تتمسك به، لأنه سلب لصلاحيات كل الحكومة، كأنما إيجاد حكومة في حكومة حسب ما هو موجود الآن. بالإمكان أن المجلس يتقدم بمقترح للحكومة لوجود جهة للتخطيط. جهة للتخطيط أهميتها كبرى كما تفضل أصحاب السعادة النواب، لابد أن تكون هناك جهة للتخطيط والتنسيق بين الوزارات، ولكن ليس في هذا المشروع
أو مقترح بالقانون. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعادة النائب علي عطيش على هذه المداخلة. الكلمة الآن سعادة المقرر سعادة النائب. شكرا سعادة الرئيس. إخواني، هيئة التخطيط، إحنا لما نتكلم عن هيئة بمعنى تشكيل إما جزء من الوزراء ومعهم رئيس الوزراء وأطراف آخرين. لاحظوا أن في الدول الأخرى يوجد وزير يسمى وزير تخطيط، هذا الوزير يكون لصيق برئيس الوزراء في أي دولة في العالم، مهمته أن يجمع من عدة وزارات المعلومات ليعطي رؤية واضحة لرئيس مجلس الوزراء يقدمها إلى المجلس النيابي. هيئة التخطيط الآن لما أسوي هيئة تخطيط معناته راح أخذ ناس أيضا من المجلس الاقتصادي اللي هو أيضا يعني بالتخطيط ويتوافق مع رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء. بالإضافة إليه أنتم الآن في حالة ركود وعجز مالي، بالإضافة إلى أنه راح أسوي رواتب، راح أسوي كوادر، راح أسوي موظفين آخرين. أعتقد أن الآن أن الوزارات لما ترفع مرئياتها لرئيس مجلس الوزراء وهم أيضا مشتركين في المجلس الاقتصادي هم يضعون التخطيط مع الوزارات الأخرى. تكلفة هذه زائدة، يعني خلينا نشوفها أيضا من ناحية التكلفة أو أيضا تداخل الاختصاصات. يعني أنا لما أنشئ هيئة الآن للتخطيط، هل قراراتها أو خططها ملزمة لرئيس مجلس الوزراء؟ وهل المجلس الاقتصادي ايضا فوقها او انزل منها رتبه؟ راح ادخل في كثير من التفاصيل التي لا تعني بشيء بالاضافه الى التكلفه الماديه لانشاء مقر وانشاء موظفين واداريين. كل هذه التكلفه اصلا موجوده ومتوفره في مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي، والان هم متحدين يعني في اتصال ما بينهم ليخططون للدوله، فما لنا داعي الى ان احنا نسوي انشاء هيئه للتخطيط. واذا كان في دول اخرى عندها اسم هيئه فاحنا عندنا اسم مجلس، يعني مجلس وزراء ومجلس، يعني مو لازم المشاحه ليست في الاسماء. شكرا معالي الرئيس. نقطه نظام عند سعاده النائب محمد العمادي نسمع. شكرا معالي الرئيس. انا اعتقد ما قاله الشيخ ماجد غير صحيح، ان مشروع القانون ما دام موجود في اللجنه تستطيع اللجنه تعديل مواد هذا المشروع بما تراه مناسبا. شكرا على التوضيح. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعاده النائب محمد العمادي، ملاحظه مهمه جدا. سعادة النائب أحمد قراطة. شكرا معالي الرئيس. في الفصل التشريعي الثالث تقدمنا بمقترح بإنشاء وزارة للتخطيط. احنا في حاجة في البحرين لوزارة للتخطيط أو هيئة للتخطيط بأي تسمية، بس احنا بحاجة للتخطيط في البحرين لأن نرى هناك تضارب كثير في معظم الأمور. في لا عندنا تخطيط استراتيجي بالنسبة حق الاقتصاد أو العمران أو هذه، نرى المدرسة والمنزل والفندق والمسجد جنب بعض، كل هذه الأمور يعني تسبب نوع من التداخل في يعني نوع من الصلاحيات حق كل شيخ على حده. في هناك قوانين تلزم هذه ان المسجد يبعد عن الفندق بهذه متر، هذه الامور غير موجوده وغير متوفره. نتمنى ان يكون هناك تتمسك اللجنه بهيئه او وزاره للتخطيط علشان ان احنا نقدر ننظم البلد احسن تنظيم في جميع القطاعات والمجالات. شكرا معالي الرئيس. شكرا سعاده النائب احمد قراطه. سعاده النائب خالد الشاعر تفضل. يا جماعه، وزارة التخطيط، وزارة كوزارة تخطيط أو هيئة تخطيط تعني باستراتيجيات الوزارات كلها، يعني لازم لابد من الهيئة أن هي تتداخل فكريا واستراتيجيا مع الوزارات. هذا شيء مطلوب، يعني احنا في جميع يمكن ما يقارب 30 إلى 40 نائب منكم كان يطالب في برنامج الانتخابي بوزارة اسمها وزارة التخطيط. الآن احنا على اي اساس ان احنا ما نتمسك بهذا المشروع؟ هذا المشروع انا يعني مع التمسك به. شكرا معالي الرئيس. يعني انت ضد توصية اللجنة؟ سعادة النائب علي العرالي تفضل. شكرا معالي الرئيس. انا طبعا مع توصية اللجنة بعدم التمسك بمشروع القانون، ولكني مع وجهة الفكرة أن يكون هناك جهة في البحرين مسؤولة عن التخطيط إن كانت وزارة أو هيئة. ولكن أعتقد بعد ما اطلعت على المشروع بأنه لا يلبي تطلعاتنا فيما يتعلق بوجود هيئة أو جهة مركزية للتخطيط، وذلك لتداخل الصلاحيات الممنوحة لهذا الجهاز المزمع إنشائه مع مجلس الوزراء، وأيضا مخالفة صريحة إلى دستور مملكة البحرين. شكرا. شكرا سعادة النائب الأول علي العرادي.
سعادة نائب الشيخ مجيد العصفور. شكرا جزيلا معالي الرئيس. أنا في الحقيقة لا أتفق مع توصية اللجنة، وذلك لأن المبرر الذي اعتمدت عليه اللجنة في عدم التمسك غير مقنع، وذلك لأن وجود هيئة للتخطيط أو وزارة للتخطيط أو مجلس للتخطيط مسألة ضرورية في أي بلد من البلدان، وإحنا يكفي أن نرى شارعا واحدا لكي نكتشف أن سبب الكثير من المشاكل في هذا الشارع بسبب عدم وجود التخطيط. القول بأن هذه الهيئة ستتداخل مع جهات حكومية في اختصاصاتها، أعتقد بأن هيئة التخطيط مختصة بالتخطيط، وما دام هي مختصة بالتخطيط هي ليست معنية بالتنفيذ، وهذا يرفع التداخل. وشكرا لكم. شكرا شيخ مجيد. نقطة نظام حمل عمادي، اليوم ما رش فيك على نقطة النظام. سامحها بس معالي الرئيس، الأخ النائب الأول قال أن هذا المشروع يخالف الدستور. نعم. وهذا المشروع درس في المجلس ورفع إلى الحكومة وصيغة كمشروع وجاء إلى المجلس. توصيات المستشارين القانوني كلها لم ترى أن فيه مخالفة دستورية، بس نبي نعرف وين المخالفة الدستورية من كلام النائب الأول. شكرا. شكرا. مقر اللجنة. عفوا. المخالفة الدستورية ممكن أوضحها ببساطة. لما تسوي هيئة تخطيط، إذا سوينا وزارة تخطيط فإحنا أنشأنا وزارة مستحدثة تحت رئاسة مجلس الوزراء، وقراراتها غير ملزمة في التخطيط لأنها خاضعة للتصويت في رئاسة مجلس الوزراء. هذه إذا كانت وزارة. إذا كانت هيئة، أنا محتاج أني أقول هذه الهيئة هي التي تخطط وعلى الجهة المنفذة أن تنفذ، وإلا أنها ترفع توصيات. إذا كانت ترفع توصيات فهي غير ملزمة. لا لا لا، راح أطلب الكلمة. راح أقول لك الآن المخالفة الدستورية. راح أقول لك المخالفة الدستورية، خلني أشرح بس عشان أقول لك وين جاي المخالفة. المخالفة جاية أن الهيئة مو معروفة. إذا أنا خليتها هيئة أعلى من المجلس فإذا هي غير محاسبة أمام المجلس، لأنه ما عندي نص دستوري واللي يحاسب هيئة أعلى من رئاسة الحكومة. وإذا كانت أقل فهي داخل في رئاسة مجلس، داخلة في رأسه. احنا نتكلم انها هيئة اعلى. بعدين يا اخوان لو طلعتون على مشروع القانون المهيئ وشفتون الاعضاء الموجودين فيه لوجدتون ان رأسة مجلس الوزراء. بالاضافة اذا خلينا المجلس الاقتصادي فهو ايضا فيه تجار مو داخلين في الحكومة، يعني اوسع، المجلس الاقتصادي اوسع، وفي اتصال ما بين رئيس مجلس الاقتصادي سمو الامير ولي العهد مع سمو رئيس الوزراء، وهم يلتقون يضعون خطة البلد، وبالتالي برنامج الحكومة هذا موضوع من الجهتين. فأنا لما أنشئ هيئة تخطيط لازم يكون واضح، لما أقول هيئة وهيئة ملزمة قراراتها أو توصيات فقط. إذا توصيات مثل ما أنت محتاج، لأن رئاسة الوزراء هي اللي بتقرر، وإذا كان وزارة فهي تحت سلطة رئاسة الوزراء، وإذا كان هيئة أعلى أحتاج أني أعدل في الدستور وأقول هذه الهيئة يجب أن تحاسب أمام البرلمان لأنها عملت بتوصيات أخذ بها رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وبالتالي يجب أن يحاسبوا هنا. لا يحاسب المنفذ الأصغر والمنفذ الأكبر لا يحاسب. شكرا. شكرا سعادة النائب. سعادة النائب عادل عسومي. إذا احنا قلنا وزارة التخطيط هي أساس النجاح، الإمارات ناجحة، جربت موضوع وزارة التخطيط وألغتها. الموضوع مو موضوع وزارة التخطيط أو مسميات. الإمارات ألغت وزارة التخطيط لفشل. تشوفون هذا الأمر مو ما يتماشى مع طموحهم أو مع النجاح اللي هم ممكن يحققونه بدون نجاح. الإمارات الآن عقب ما لغت وزارة التخطيط أنجح من 60 دولة عندها وزارة التخطيط. الموضوع مو موضوع وزارة التخطيط، الغم عنده كيف تشتغل، كيف تعمل الوزارات، شلون تشتغل، شلون تعمل. مع الرئيس هني يعني ناس ما قال الأخ المغرر، احنا ما نبي نثبت أو نعزز موضوع تداخل الاختصاصات. كل يوم بيطلع لك هيئة، فشلت الهيئة بعد شكل هيئة، فشلت الهيئة نشكل هيئة. هذا الأمر أنا بالنسبة لي راح يعيق العمل أكثر مما هو نسعى
في ان احنا نقدر احنا الاخوان المقدمين المقترح، هم ودهم ان هم يقدمون شيء يساهم في تحسين وضع الكثير من الامور. انا مستعد اقدم للجنه تقرير كامل عن تجربه الامارات في موضوع وزاره التخطيط. ما اعتقد دوله مثل الامارات بتلقي شيء مثل هذه بتلقيه بشكل مو صحيح، لان دوله ناجحه ومقوماتها قويه وعملها صحيح. سعاده النائب علي بفرس تفضل، هاي المره الثانيه تطلب الكلمه، اختصر بس. شكرا معالي الرئيس. ارى وجود هذه الهيئه وانها حاجه ملحه لتفعيل رؤيه جلاله الملك 2030، وخاصه في ظل غيابها في برنامج عمل الحكومه. راينا ان هي غياب رؤيه الملك في 2030، ثم حيث ان هناك مؤشرات الدوله جالسه تتراجع. يعني احنا اذا اخذنا حيث وصلنا الى 44 من ضمن 144 دوله، احنا تراجعنا عن العام السابق، وخاصة في التعليم العالي، في الصحة والتعليم الابتدائي، في الإبداع والبحث العلمي، هذه تراجع. فهناك لدينا وزارة البلديات وشؤون الزراعة والتخطيط. هذه التخطيط اللي ستعني فيه وزارة الزراعة هو المقصود في تصنيف الأراضي. احنا هذه ليس بعمل اللي هو نفس الهيئة، يعني هناك يمكن من يقول هناك تشابه او في المسؤوليات او المهام، لا، هذه لان احنا نقصد فيه التخطيط للمستقبل. وشكرا سعادة الرئيس. شكرا سعادة النائب علي. سعادة النائب عبد الرحمن ابو ميه تفضل. راشد، اؤكد ان البحرين فعلا بحاجه الى انشاء هيئه عليا للتخطيط. الاخوان يمكن هذا المشروع امامهم في اللجنه، بامكان تعديله، بامكان طلب النواب وادلاء بمرياتهم. احنا ما نبي يطلع المشروع مخالف للدستور او مخالف او يتعارض مع قوانين اخرى، ولكن هذا المشروع مهم واكد عليه جميع النواب. يعني اذا تعاون رئيس اللجنه والاخ المغرر يتمسكون تم التمسك بهذا المشروع وطلب مرئيات الاخوه النواب ليتم التوافق على اهميه هذا المشروع. شكرا. شكرا لاخ عبد الرحمن. سعادة النائب علي العطيش. شكرا معالي الرئيس. بس إيضاح إلى أن الجميع متفق على وجود جهة للتخطيط، ولكن الاختلاف في المسمى. ما أثير من أنه بإمكان تعديل مشروع القانون لإخراجه عما جاءنا من الحكومة، هذا غير صحيح. يعني ممكن احنا نعدل بما لا يخرجه من مضمونه ومعناه. الان الاخوه اللي يطرحون بان احنا نغير من هيئه نسوي وزاره او نسوي اي جهه او انشاء اي جهه اخرى، هذا غير صحيح. الحل الامثل هو اما ان يكون مقترح قانون جديد بانشاء جهه تعنى بالتخطيط في هذا البلد، او انه مقترح برغبه. اما تعديله لاخراجه مما جاءنا من الحكومه فهذا غير صحيح. هذه نقطه نظام وتنبيه. شكرا. لا، شكرا سعاده النائب على طيش على هذه المداخله. سعاده النائب، او عفوا رئيس اللجنه تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما ذكر الاخ علي العطيش، باعتقادي انه الكل مجمع على انه احنا بحاجه الى هيئة، وزارة، أي أمر حتى نضبط كثير من الأمور في الدولة. هذا شيء مهم. بس مع ذلك أنه مو نزولا عند الرغبة فقط، وإنما أيضا نقترح أنه نسحب التقرير للدراسة لمدة أسبوع طولنا ونتداول الأمر. شكرا سعادة رئيس اللجنة التشريعية. هل موافقون على إرجاع هذا التقرير للجنة؟ كم المدة؟ لمدة أسبوع. أغلبية موافقة. المشروع سعادة المقرر، المشروع الذي يلي.
مشروع بقانون بتعديل المادة 127 من المرسوم بقانون 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعاد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغة معينة مقدم توصي اللجنة بالتمسك بالمشروع بالقانون وذلك لأنه يأتي تعديلا للوسيلة تفعيلا للوسيلة الاقتراع برغبة وإضفاء على هذه الوسيلة الجدية حيث لا عبرة بقبول الرغبة إذا لم تنفذ ويؤخذ بها لأن الأصل حسب النص الدستوري أنه إذا قبلت الحكومة الرغبة أن تفعلها فبذلك قررنا الموافقة على المشروع والتمسك به شكرا سعادة النائب هل موافقون على توصية اللجنة يا جماعة؟ أغلبية موافقة المشروع اللي بعده مشروع بقانون اللي هو قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع القانون بتعديل أحكام القانون ديوان الرقابة المالية الصادر بمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2002 توصي اللجنة بعدم التمسك به لأنه تم التعديل فعلا في القانون 49 لسنة 2010 بشأن تعديل ديوان الرقابة والذي صدر أثناء تداول المشروع بين المجلسين وتضمن أغلب الأحكام الموضوعية وبالتالي اللجنة لا ترى التمسك به هل موافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة شكرا معالي الرئيس شكرا سعادة النائب شكرا